أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم عن سلسلة عمليات أوقعت خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي وألياته في كل من مخيم البريج ومدينة خان يونس في قطاع غزة. وقالت كتائب القسام إنها أجهزت على قوة من 5 جنود إسرائيليين بعد الاشتباك معهم بالرشاشات والقنابل اليدوية، إضافة إلى استهدافها في عمليات أخرى آلية ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 في مخيم البريج وسط قطاع غزة. في الأثناء أكدت سرايا القدس أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وأوقعت إصابات في مخيم البريج وسط القطاع، كما أفادت باستهدافها دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الـRPG شرق المخيم. إضافة إلى ذلك أكدت سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 حشودا عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد عباد الرحمن وسط خان يونس في القطاع. بينما أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين فقدان الاتصال والتواصل مع مجموعة آسرة لأحد الأسرى الصهاينة لديها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة في ليلة رأس السنة الميلادية.